ألا تعلمون أنكم عندما تجعلون أنفسكم عبيدا لأحد فتطيعونه تكونون عبيدا للذي تطيعونه، إما عبيدا للخطيئة التي تؤول إلى الموت، وإما للطاعة التي تؤول إلى البر؟ فشكرا لله لأنكم بعدما كنتم عبيد الخطيئة أطعتم من كل قلبكم مثال التعليم الذي سلمتم إليه. بهيدي الرسالة اللي وجهها بولس الرسول لأهل روما، ومن خلاله إلنا كلنا، عم بيشجعنا ويقوينا لحتى نقدر نحارب ونجاهد للحفاظ على إيماننا بالله، نرسل الخطية ومسبباتها، نختار بين إنه نكون أبناء حقيقيين طاعتنا وإيماننا لله، أو ننجرف مشاغل العالم ومشاكله ونقلق بإيماننا ونفقد الرجاء. كمان ننجرف بالأهواء والمغريات، نوصل لحد العبودية بالخطيئة. نعم يا رب، نحن منآمن فيك وحدك وكلنا طاعة إلك، فساعدنا أن نحافظ على إيماننا، نتغلب على كل التجارب. إلك المجد للأبد. آمين.